السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اصدقائي؟ في فيديو جديد من قناة دروس انجليش. ان شاء الله النهاردة هنشتغل معاكم مناهج كونكت 5، الصف الخامس الابتدائي، الترم الاول من كتاب ستيب اهيد. بدأنا في يونت 1، وان شاء الله النهاردة هناخد لسن 4. لسن 4 هنحكي فيه حكاية جاك اند ذا بينز توك. نشوف اهم الفوكابلوري، بس يا ريت قبل ما تبداوا معانا الفيديو تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش عشان يوصل لكم كل جديد. بينز توك، بينز توك دي يعني نبات، زي ايه؟ نبات الفاصوليا كده. بينز توك نبات فول، ثوك نبات الفول. جاينت، جاينت جاينت يعني عملاق او شخص ضخم. كاسل، كاسل قلعة. ماجيك هن، ماجيك هن يعني دجاجة سحرية. ماجيك هن. جولدن ايجز، جولدن ايجز يعني بيض ذهبي. جولدن ايجز. جولد كوينز، جولد كوينز يعني عملات ذهبية. good price، good price يعني ثمن جيد، ثمن كويس. لو هتبيع حاجة تقول له انا عايز فيها ثمن كويس، good price. special beans، special beans يعني حبات فول خاصة مميزة شوية، special beans. cage، cage يعني قفص، cage cage. grab، grab يعني يلتقط بسرعة، grab. شوب داون يعني يقطع، يقطع. اكس، اكس يعني فاس. عندنا هنا بعض الصفات adjectives: rich، rich يعني غني، rich. poor، poor فقير. free، free حر. kind، kind. angry، angry angry يعني غاضب. hungry، hungry يعني جوعان. trouble، trouble يعني فظيع او مريع. large، large يعني ضخم. طيب دي كلمات إضافية. on the way to the market، on the way to the market، on the way to the market يعني في الطريق الى السوق. at the very top، at the very top في اعلى القمة. at the very top لما تكون بتتسلق شيء وتطلع للاعلى يبقى انت at the very top. at last، at last في النهاية، at last. thank you for helping me، لو حد ساعدك بتشكره على المساعدة بتقول له thank you for helping me. filed يعني حقل. ground earth، cloud سحب. save me انقذوني. اوكي نيجي بقى لجزء conjunction of verbs، وهو جزء الافعال المهمة، تصريف الافعال. طبعا زي ما احنا متعودين عندنا جزئين، عندنا regular verbs و irregular verbs. طب irregular verbs اللي هم بنحط لهم ed في نهاية الverb، ولو الverb اخره ايه بنحط له d. طب الirregular verbs اللي هي شكلها بيتغير، وساعات في حاجات معينة بيبقى شكل الكلمة ثابت. طبعا دي كلها ما بين الverbs. طب نشوف شكل الverb من present للpast، من المضارع للماضي. climb، climbed. count، counted. talk، talked. rush، rushed. stay، stayed. pick up، picked up. plant، planted. thank، thanked. cry، cried. save، saved. grape، grabbed. chop down، chopped down. chopped down. طيب ال irregular verbs اللي هي ايه شكلها بيتغير. meet، met.
meet met throw three build pelt fall fell go up went up هنا صرفنا الverb اللي هو go run away ran away think thought cut down cut down هناخد بقى في الليسون ده جزء ماس كده اسمه decimal fractions يعني ايه decimal fractions يعني القصور العشرية decimal fractions نقول decimal fractions طيب ايه اللي عايزنا نعرفه عن القصور العشرية او decimal fraction ان الرقم اللي في البوق اللي فوق اللي هو الباست بيبقى اسمه numerator 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 طيب والرقم اللي تحت اسمه denominator 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 اللي هو المقام يبقى اللي فوق الباست numerator 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 طب واللي تحت denominator 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 اوكي طيب مثلا عند هنا النيوميريتور 1 الديمينيتور 5 النيوميريتور 1 الديمينيتور هنا عندنا كام 2 طيب لو احنا هنقرأه بقى بالطريقة دي هنقرأه ازاي 0.20 طب هنا 0.50 طب هنا 0.333 هنا بيقول لنا how to read fractions ازاي نقرأ الفراكشن طيب احنا قلنا اللي فوق ده بيبقى اسمه نيموريتور واللي تحت دي مونوريتور طيب ده اسمه ايه على بعضه one third one third one third طب هنا one fourth one fourth واللي بعده one fifth one fifth هنا one sixth one sixes طب هنا one seventh one seventh one eighth one eighth one ninth one ninth طب هنا two thirds three fourths four fifths five sixes six sevenths seven eighths eight ninths اوكي تمام طيب هنا بقى بالبوينت 0.20 0.25 0.75 0.50 اوكي طيب هو الجزء ده مش عايزك تتعمق فيه جدا لان هو تبع الماس لو هنشرح بالتفصيل يبقى احنا كده دخلنا في ماس احنا عاوزين الشكل الخارجي من بره ده بس اللي يهمنا نيجي بقى هنا للقصة بتاعتنا وهي جاك اند ذا بينستوك طيب نشوف القصة هنا بيقول لنا number one Jack and his mother were very poor استخدمنا طبعا were علشان في Jack و mother يبقوا الاثنين جمع were very poor بيعرفنا ان هم فقراء go to the market and sell our last cow said Jack's mother مامة Jack قالت خد روح للسوق يا Jack وخد معاك ايه اخر cow لدينا اخر بقرة عندهم عشان طبعا اكيد هيباعها Please get a good price Jack بتقول له من فضلك هات لنا ايه حاول تجيب لنا فيها سعر كويس اوكي هنا بيقول لنا On the way to the market في الطريق للماركت Jack met an old man Jack قابل راجل ايه راجل عجوز I have these special beans Do you want to buy them?
they will make you rich. سيد زمان الراجل قال له انا معايا ايه special means يعني حبوب فول مميزة، بيعرضها عليه ان هو يشتري. do you want to buy them؟ دول هيخلوك ايه غني rich. هنا جاك بوت ذا بينز، جاك اشترى ايه حبات الفول دي. but his mother was very angry، كانت غضبانة جدا. we need food جاك not beans، احنا كنا محتاجين طعام يا جاك مش محتاجين حبات الفول دي. she threw them ورمتهم out of the window من الشباك. طبعا جاك اعتذر قال لها sorry mom I thought they would help us، انا اعتقدت او جه في بالي مثلا ان ده هيساعدنا. جاك went to bed راح للنوم. he was sad and very hungry، كان طبعا ايه. هنا بقى بيقول لنا the next morning في الصباح اللي بعد كده جاك saw a very tall beanstalk، شاف ايه ساق نبات الفول ده طويل، ساق نبات فول طويل زي شجرة كده. in the garden في الجاردن. it went all the way up to the clouds، أكنها تطلع إيه للسحاب. جاك climbed the beanstalk طبعا تسلقها at the very top وطلع للقمة. he saw a castle شاف قلعة. جاك went inside to دخل القلعة دي to see if anyone needed help، دخل علشان يشوف إيه في حد محتاج، لو فيها حد محتاج مساعدة. suddenly فجأة جاك saw a very big giant شاف ايه عملاق كبير. he was counting bags of gold coin بيعد bags فيها gold coins يعني ايه عملات ذهبية. there were a hen on the table وكان على المنضدة أو على الترابيزة hen فرخة. the hen was in a cage الهن كانت في cage كانت في قفص. next to the hen was a golden egg كان بجوارها ايه golden egg كان بجوارها بيض ذهبي. هنا بيقول لنا the hen looked very sad الهن الدجاجة دي كان باين عليها الحزن. it was a magic hen كانت دجاجة سحرية. and it could talk كانت بتتكلم help me please ساعدني لو سمحت من فضلك. cried the hen save me انقذني from this terrible giant من ايه من العملاق ده. هنا في number 7 as soon as Jack reached his garden he grabbed his axe التقط الفأس بتاعه بسرعة. he chopped down the beanstalk وقطع ايه قطع البينستوك دي ساق نبات الفول ده. the giant fell on the ground طبعا العملاق ده وقع على الارض. and ran away وجرى. the hen was happy الدجاجة فرحانة. it was free at last علشان هتكون حرة طليقة في النهاية. number 8 هنا thank you for helping me جاك الدجاجة طبعا بتشكره. you are a kind boy بتقول له انت ولد طيب kind. can I please stay with you and your mother وبتطلب منهم ان هي تقعد معاه هو ومامته. Jack and his mother weren't poor anymore they sold the معدوش هيبقوا فقراء تاني. they sold the golden eggs to buy food هيبيعوا ايه الجولدن إيجز دي البيض الذهبي ده ويشتروا طعام. جاك and his mother lived happily كانوا عاشوا بسعادة ever after.
exercise on lesson 4. عندنا هنا shop, grab, beanstalk, giant, cage, castle. طب هنا بيقول لنا shop. قلنا shop يعني ايه؟ يعني يقطع. هتبقى بايه؟ to cut something down بالليتر B. grab ها a very large building ولا a box in which we keep animals ولا a very very big person ولا to pick something up quickly يلتقط بسرعة. beans stalk the stem of bean plant that's fast growing and tall. طب الجاينت بقى اللي هو العملاق a very very big person. الكيج اللي هو القفص اللي بنحفظ فيه الحيوانات letter C. الكاسل طبعا اللي هي القلعة a very large building. طيب number 2 choose the correct word. he is very he has a lot of money معاه فلوس كتير يبقى هو very rich. number 2 she keeps two little birds in a cage في القفص. giant said angry people are very big طبعا giant. miss Rania is very all children love her بيحبوها تبقى طبعا kind طيبة. they are very dot they can't buy the food they want ما بيشتروش الطعام اللي هم محتاجينه طبعا هيكونوا poor فقراء. the giant was kind terrible happy the hen didn't like him the giant was a terrible مريع او فظيع. the hen was dot at last it can run play and enjoy طبعا the hen was ha free بقت حرة. farmers has filed castle flat to grow fruits and vegetables. farmers has filed عندهم حقول علشان يزرعوا فيها الخضروات والفواكه. اوكي بعد كده في سبلاي وهسيب لكم باقي الاكسرسايز ده تحلوه. اكسرسايز سهله لو افيدكم حاجه اكتبوا لي في الكومنتات وانا هحلها معاكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك صغير وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.